عليكم غزالتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، ضحكني ولدك يشوف فيا. اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا ربي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خفيف ظريف على قلوبكم ان شاء الله. اليوم غادي ندير حمام مغربي وغادي ندير بعض الوصفات هكا لشعري والبشره ديالي، يعني على السريع كما تنقولوا، فيديو خفا زربا يعني. وغندير لكم فيه بعض الحويجات اللي كنستعملهم، صراحه ما كرهتش، كنحس راسي تعبانه وفي شويه لافاتيك، راك عارفه لاغوتين اليومي وهذاك الشيء ديال المغرب، يعني ما نزلناش. كانت الفؤاد شهر 8 كان هو الوقت اللي غناخد فيه البي باش نزل المغرب، ولكن ما تمشى فما مشاك الله. داك الشيء علاش صراحه قلت بغيت نمشي ندير حمام مغربي، ولكن الصالون اللي كنمشي ليه اللي خدامه فيه الصديقه ديالي تما قالت لي راه البلديه او الدوله راه مانعه الحمام المغربي ومانعه كذلك الفشل او سوان فيزاج، اي حاجه عندها الكونتاكت ديريكت مع الكاستمر ممنوعه. يعني ياك عارفه الحمام راه غتحك ليك، غادي دير لك المقشر، غادي لك سميتو هكا الماسك الجسم ديالك، الحنه، بزاف د الحوايج. والسوان فيزاج نتوما راك عارفين يعني كتكون خدامه لك على المباشر. ما علينا، الوغ قلت ما كاينش ما كاينش. انا اصلا في اغلبيه الاحوال ما كنمشيش ديما ندير الحمام المغربي، يعني الا كنت عيانه اغلبيه الاوقات كندير حمام مغربي في الدار. داكشي علاش البنات غادي ندير اول حاجه واحد الماسك ديال الزيوت او حمام زيت للشعر ديالي، ثاني حاجه غادي ندير المقشر للوجه ديالي، وغادي ندير واحد الماسك، وغادي نوريكم المرطب اللي كنستعمل البشره. المهم داكشي خفيف دغيا غنوريه لكم باش ما نكونش ثقيله على قلوبكم. يلا نمشيو مع بعضياتنا نبداو بالحمام الزيت. غزالاتي اعتراف صورت المقطع فيه جوج ديال الدقائق وساليت، وفي الاخر غادي نعاودو لكم حيت ما درتش اونغوجيستري. ما علينا البنات، دابا غادي ناخذ السله السحريه ديالي، غادي ناخذ فيها خليط الزيوت او خلطه نور ستارز للشعر. البنات اللي كيتفرجوا في نور ستارز يعني يوتيوبرز مشهوره كدير تحديات ميك اب موضه اشهارات، مهم قناه تبارك الله وصلت ممكن دير على الماسي على ما اظن. الوغ هذه هي الخلطه ديالها، هاد الزيوت اللي كاينين هنا انا غادي نقولهم لكم البنات. الوغ اول زيت هنايا هي زيت الخروع، هاد الشيء كلشي خديت منه شويه شويه، كنتمنى ان شاء الله يبان لكم بلاتي البنات باش يوضح لكم. اتون فوالا باش توضح، المهم ما علينا. زيت الخروع، زيت جنين القمح، زيت الكوك، زيت السمسم، زيت بذور العنب اظن خاصني، زيت اللوز، و خاص زيت الافوكادو. مالينا يعني البنات هاد الخليط ديال الزيوت اللي وريتكم كلهم هادو راه البنات شو دي كي دايره بالزيت. انا راه درت حمام زيت وسجلت المقطع ولكن مالوغوزمون ما تسجلش. الوغ سو عندنا شحال زيت؟ جوج ربعة ستة سبعة زيوت. هاد زيوت خلطة نور ستارز كتجي خطيرة هكا منها ترطيب، سورتو انا مؤخرا مشيت للصالون عملت قصة الشعر وكذلك صبغة، ويعني مورا الصبغة والقصة الشعر لازم يعني تكون هنا عناية الشعر عشان ما يفنش زعما ولا كما تنقولو يتشنتف ولا شي حاجة هكا. سو ما علينا، الوغ كما قلت لكم زيت اللوز، زيت الافوكادو، زيت الخروع، زيت جنين القمح، زيت الكوك، زيت السمسم، زيت بذور العنب، هادو كلهم خلطتهم وحصلت على هاد الخليط السحري. شوف البنات شحال بقى فيه. دابا يلاه درتو لشعري، غادي نخليه تقريبا 20 دقيقه ونقدر ندخل الحمام، يعني الحك زعما ننظف الجسم ديالي وكلشي وبعدين عاد نغسل الشعر ديالي، انه غير زيوت اللي هي طبيعيه وما عندناش مناش نخافو. المهم البنات غادي نديرو شعري وغادي نرجعو ان شاء الله باش نحضر مع بعضياتنا السكراب اللي غندير البشره ديالي. السكراب على السريع مع بعضنا، هنا عندي سكر سنيده، عندي زيت زيتون، وعندي قهوه سريعه الذوبان. الو القهوه استعملوا اي وحده بغيتو. المهم سمحوا لي انا كنصور بالتليفون، داكشي شحال القرعه ديال الزيت وداكشي باش ما نبقاش معنكشه. المهم غادي ناخذ ملعقه ديال السكر، كونتيتي كتبقى على حسب عدد الاشخاص، يعني بالنسبه لي انا غير بوحديتي غادي ناخذ ملعقه هكا صغيره ديال النسكافيه، نزيد واحد شويه. هذا كما تنقولوا
سكراب سريع خفيف، ولكن النتيجه كتكون زوينه. يعني كيحاول يحيد لك هذوك كاع الخلايا الخايبين اللي في هكا الميته اللي في البشره ديالك. فوالا شويه زيت زيتون وغادي نخلط. عرفتي الاضاءه انا عندي في لا كويزين ميرديك وحق الله. ان شاء الله كنقول صيفط هكا الشركه باش يجيو يصايبوا ليا الاضاءه باش تكون واضحه مزيان. فوالا بنات ها هو الخليط اللي غنحصلوا عليه. انت ما درت غير شويه غير الوجهي لان يديا غادي نقوميهم بالسكراب ديال السواب ما عقلتش عليه السواب شي حاجه بلاتي نتفكرها والله ما عقلت على داك لاماخ اللي خديت في بوت سواب غلوري. فوالا البنات دابا غادي ندير سكراب البشره ديالي. فوالا غزالتي دابا غادي نقومي البشره ديالي كلها داك السكراب ديال القهوه وسنيدة وزيت زيتون. ما تنساوش هاد البنات ديرو وجهكم وديرو حتى هادوك الشفتين ديالكم نبقى مستمرة بحال هكا حتى نكمل القماش كامل في البشرة ديالي. هذا هو السكراب اللي قلت لكم عندكم اللي قلت لكم كندير الجسم ديالي وليديا ورجليا. هو هاد السواب هاد السكراب اللي خديت ديال سواب غلوري اللي شريته كنشاركت معكم في واحد الفيديو. هو هذا شريته من صيدلية بوتس تقريبا من 25 ومن 26 درهم. ها هو البنات هو اللي غادي ندير البشرة ديالي اللي كندير الجسم ديالي. بطبيعة الحال البنات هذا لابيلو او الكريم الكاكاويت اللي كندير الفم ديالي. بطبيعة الحال دابا راه درت سكراب للبشرة وقشرت حتى الشفتين الوغ ضروري نعمل ليهم مرطب. انا كندير ليهم هذا وغادي نوريكم الماسك اللي غادي ندير البشرة ديالي. يعني ماسك ديجا جاهز نظرا لما كاينش الوقت. ان شاء الله مرة اخرى ندير معكم سلسلة ديال الماسكات. دابا غنوريكم الماسك اللي شريت اللي غادي نجي نحطو مباشرة على البشرة ديالي. مهم بنات هذا هو الماسك اللي غادي ندير شريته في مينيزو. ماسك ديال هكا ديال ليمون اورانج. صراحه البنات كتهزوه بحال الفيزاج وكنحطو على البشره ديالي. زوين بزاف الثمن ديالو رخيص بزاف من باس 7 دراهم اماراتيه. يعني تكون واحد شحال تكون واحد 15 درهم مغربيه ولا شي حاجه. هو هذا البنات انا غادي نفتحو معاكم ونوريه لكم. قناع قالك الطاقه طاقة الفواكه للترطيب ومنه ماسك في نفس الوقت. انتم البنات كيجي هو راه فازك حتى كيقطر. ولكن البنات راه كنت ديجا جربت ديال الافوكادو ديالو زوين البنات. انتم كيجي على شكل فيزاج. انا غادي نفتحو ونوري لكم. فوالا غادي نحطو على بشرتي نحطو على وجهي. تحاولي تلاصقيه كل حاجه بارد كل حاجه في بلاصتها. فوالا ريحه الليمون زوينه. فوالا غزالاتي انتما حطيته على البشره ديالي غادي نحاول نابليكيه. هو هذا مهم قال لك تخليه القناع على الوجه ديالك من 10 حتى 15 دقيقه وتحيديه وتقومي بتدليك خفيف قالك لتعزيز الامتصاص المستخلص من هذاك الشيء البروديكت اللي فيه. وتديري من جمرات ثلاث مرات في الاسبوع. يعني امل متخفي منه حتى شي حاجه. قالك مصنوع من حرير الاطفال الذي تتم معالجته بواسطه تكنولوجيا النسيج الالمانيه. يعني هذا مود الماني ثلاثيه الابعاد الوغ كاتبين ماد ان تشينا ولكن جو بونس غادي يكون الانتاج ديالو في المانيا والله اعلم تاني. المهم البنات انا حطيته على بشرتي ما نساوش هاد البلاصه راه تيحمق مع فازق. ولكن البنات كنت ديجا جربته اول حاجه كتلاحظي فيها هو الترطيب ليدغاتاسيون. واهم حاجه البشره باش تكون بشرتك مزوينه ويعني حتى راه حطيتي غير هكا شي حاجه خفيفه على بشرتك. يعني ما درتيش فونديشن ولا شي حاجه يعني غير درتي كريم بيبي ولا درتي ايكرون تبان بشرتك نقيه. حيت دابا حنا في هذا الحر وفي هذه الحراره اللي كاينه بالنسبه لي انا الفونديشن يعني الانسان يحاول يبعد منه. ويلا دار بغى يدير فونديشن ياخذ هذوك لي زيكرون اللي تيكونوا فيهم لي تان يعني بحال فيشي بحال افين جو بونس كاين دي زيكرون فيهم لي تان. بالنسبه لي انا البنات اللي كنتو كتشوفوني في الخرجات راه ما كنديرش الفونديشن. اغلبيه البشره ديالي كيكون فيها ايكرون
بوحديتو. ونهار كيكون الصيف ماشي الصيف الربيع يعني الجو تيبرد عندنا، تنحاول ندير لي كريم بيبي ان شاء الله غنمشي ناخذو ونشارك معكم الكريم بيبي اللي تندير. فوالا غزالاتي، انا غادي نخلي هذا الشيء في البشره ديالي دابا تقريبا باقا ما كملش 10 دقائق، غادي نخليه واحد 15 مينوت وغادي نحيدو ونرجع معكم ان شاء الله. انا سري حيدت الماسك ودابا غادي ندير المرطب. بالنسبه للمرطب اللي كندير البنات هو هذا بباب تان كريم مرطب غزال بزاف البنات صراحه، تيرطب البشره. كنت في الاول كندير سيتافيل، كنت شاركت معكم في شحال من الفيديو انا كندير الكريم ديال سيتافيل اللي كنت كندير لولدي الجسم ديالو، ولكن البنات صراحه هذا غزال بزاف. كنت كل مره تنخرج تنقول بغيت نشري، حتى مؤخرا فاش مشيت للصيدليات بوتس اللي كانوا دايرين فيها عروض خاصه ومشيت ويبان لي قلت دابا تسمح حداك غادي ناخذك ما نخليكش. المهم هذا البنات هذا شي 32 درهم مغربيه صراحه زوين بزاف، اماراتيه يعني واحد 70 درهم مغربيه. فوالا بنات درتو البشره ديالي، غنبقى غاده معاه بشويه بشويه لان باقي ما غندخلش نعوم، يعني باقي لي واحد نص ساعه غادي نرطب البشره ديالي وان شاء الله فاش ندخل نعوم غادي نعاود ثاني كذلك من نخرج نعاود نرطب البشره ديالي ضروري. فوالا البنات، مهم هذا بالنسبه للمرطب اللي شاركت معكم وهذيك الماسكات اللي درت. من بعد ما كنخرج من الحمام ضروري البنات من البادي ميست او السبراي ديال لابو. انا خديت هذا من باث اند بادي ووركس، كنت لقيتهم دايرين دي زوفر ريحته صراحه زوينه. غير مؤخرا البنات بديت كنحانت ونشوف راه ما فيه والو، راه غير شويه البنات اللي فيه. وليت كنلاحظ بزاف بعض الحوايج البنات بحال فيه نسبه الالكول كثيره، يعني الا رشيتو على لو كور وهكا يعني ضروري كتشدو واحد شويه الخنقه، كنحس فيه ريحه الالكول شويه كثيره. المهم غادي نحاول نمشي ناخذ ان شاء الله دي سميتو هكا دي كوخرين يعني خارجين هكا فيهم اشكال، فيهم بزاف ديال الاشكال. المهم خديت هذا صراحه فيه عطر ما بين الحامض ما بين الكوك على قول الله اكبر. فوالا هذا من البادي ميست. وبالنسبه للمرطب فوالا غزالاتي كما قلت لكم هذا البادي ميست اللي كنستعمل هو هذا، يعني ضروري من نخرج من الحمام ديما سبراي ديال لابو ضروري منه، لكن قبل ما ندير السبراي كندير المرطب ترطب البشره ديالي. بالنسبه لأن المرطب اللي كنستعمل انا ما غاديش نفرض عليكم ماركه ولا غندير لها اشهار بطبيعه الحال، فين وفي الاشهار سمحوا لي كل شويه كنقطع الفيديو على قبل ولدي. المهم هذا نيفيا البنات، بالنسبه لهذا البادي لوش اللي كنستعمل ديال نيفيا صراحه هو زوين في الترطيب على باس ديال الموند اويل وهذاك الفيتامين اي، ولكن البنات المشكل اللي ما عجبنيش فيه هو الريحه، العطر يعني ريحته ما كتعجبنيش، ما فيش شي ريحه زوينه. كتعرفوا الحاجه اللي كتبغي ديرها الجسم ديالك كتبغي تكون فيها ريحه زوينه وتخلي لك ريحه زوينه في الجسم ديالك، ولكن من ناحيه الترطيب زوين. دابا مابقاش ليا فيه بزاف، يعني هذا ميم با بقات ليا فيه واحد جوج استعمالات وغادي سالي ان شاء الله، وغادي ناخذ مرطب او اويل ديال الجسم احسن. كاين دي اويل نشوفهم في الصيدليه ديال بوتس زوينين حتى هما غادي ناخذهم. هذا البنات صراحه زوين بغات ترطب البشره ديالها باش ما يبقاوش ليها داك الحبيبات رقاق ورجليها يكونوا هكا فيهم الحبوب وكيكون حس بالجفاف وداك اللحم مشوك، راه السر ديال اللحم باش يتقاد ويولا مزيان هو الترطيب. هذا الشيء اللي كان بالنسبه ليديا تندير لهم انيكتو، هذا البنات بارغان 100% 99% قال لك ناتوريل دوريجين ناتوريل. هذا خديتو لقيتو بروموسيون في بوتس ب7 دراهم انيكتو بالارغان، بالنسبه قال لك هذا كريم ديال اليدين والظفار سواء زوين البنات سواء ما كنحيدوش من الساكي. كتعرفوا كتخرجي كتعشي على برا تغسلي يديك هكا تنديرو في يديا باش يبقاو يديا ما يبقاوش حرشين، سورتو انا كنستعمل بزاف لي بروديكت ديال التنظيف ولي جافير واللعيبات. المهم ورجليا كندير ليهم الفازلين، عندي اما الفازلين اما كريم غليسوليد، تنحكهم مزيان داخل الصابون البلدي والمحكه ديال القدام وصافي. من بعد فاش كنحكهم البنات تنخرج تندير فازلين ولا كريم غليسوليد وكلبس تقشرات. هذا الشيء اللي كاين، يعني هذا البروتوكول اللي كندير انا الاغلبيه، ما عدا الا مشيت للصالون ودرت حمام مغربي راه تيكونوا فيه مزايا اخرى. بالنسبه في الدار كنعمل هذاك السوان وجهي بسيط، يعني سكراب وماسك وترطيب وحمام زيت للشعر، وبعد الحمام ترطيب البادي ميست يديا رجليه، وما كنساش كذلك الترطيب مره اخرى وترطيب الشفتين ضروري منهم، ما عدا هكا بغيتي تزيدي غوجا ليف ولا كحيله ولا شي حاجه داكشي تيبقى لك. هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وان شاء الله ما يجيكمش فيه الملل، وكنضرب لكم موعد الفيديو القادم ان شاء الله. الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وتخليوا لي دي كومونتير زوينين في لاشين ديالي، وان شاء الله غندير لكم فيديو جاي محتوى اخر او موضوع اخر ان شاء الله. والى اللقاء.